حصاد الجنوب، أهلا بكم. التقى مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر الشعيبي اليوم الخميس ستيفن فاجن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا والوفد المرافق له في قصر المعاشيق. اللقاء ناقش العديد من المواضيع والقضايا التي من شأنها أن تسهم في تعزيز جوانب الدعم في المجال الأمني والعمل على تعزيز مكافحة الإرهاب وانتشار المخدرات وتثبيت حالة الاستقرار الأمني بالعاصمة. دشن وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد ومحمد علي ياسر محافظ محافظة المهراء اليوم تشغيل رحلات الخطوط الجوية اليمنية عدن الريان الغيضة. وزير النقل أشار إلى أن تدشين أولى الرحلات الداخلية من مطار الغيضة الدولي كمرحلة أولى ستتبعها جدولة رحلات خارجية مستقبلا لكل من مطار الغيضة وريان وسقطرى، بما يساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين وتنشيط الحركة التجارية والسياحية. بتكليف من نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس القيادة الرئاسية عبد الرحمن أبو زرع المحرمي، نفذ فريق مراقبة ومتابعة المشاريع نزولا إلى موقع مشروع سد وادي حسان بمحافظة أبين. الفريق اطلع خلال النزول على سير العمل في المشروع الاستراتيجي الذي يتم تنفيذه بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة بتكلفة إجمالية بلغت 78 مليون دولار. تفقد العميد مطيع سعيد المنهالي المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت اليوم الخميس مقر إدارة أمن وشرطة مديرية غيل بوزير للإطمئنان على أداء منتسبيها وسير المهام الأمنية بالمديرية. المنهالي دعا خلال نزوله لرفع مستوى اليقظة والحس الأمني، كما وجه بالتزام الأجهزة الأمنية بالنظام والقانون خلال تنفيذ المهام الأمنية حفاظاً على أمن وسكينة المواطنين. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.